عز وجل افتتاح مركز باب الحجر الطبي، هو مركز رعاية صحية أولية من الدرجة الثانية ليفل 2 اللي راح يقدم رعاية صحية أولية لشريحة من السكان تبلغ حوالي 12,000 نسمة في 5 أو 6 قرى. سيقدم طبعا خدمة عيادة الأطفال العامة، العيادة العامة، إضافة للعيادة النسائية، إضافة لعيادة التغذية والخدمات الاجتماعية. طبعا بنحب نخص بالشكر الإخوة الأتراك اللي حضروا الافتتاح. سيمح ستسعى دائما لتطوير جودة الخدمة الطبية وتوسيع الخدمات الطبية لحتى تشمل خدمات أعلى بعون الله عز وجل.